السلام عليكم. بعد ما عرفناكم على المشاريع تاع انتاج زيت المائدة انطلاقا من النباتات، يعني لو فول بروسيس نتاع اذا وهران وبجاية وجيجل، اليوم نروح نتعرف على المشروع نتاع انتاج زيت المائدة نتاع ولاية معسكر، وبالضبط في بلدية المحمدية. هذا المصنع الكبير اللي يعني كما قلنا يستعمل طحن البذور الزيتية، تم بداية الإنتاج فيه في العام الماضي. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن هذا المصنع الكبير لإنتاج زيوت المائدة، وهو المصنع الرابع في الجزائر، وإن شاء الله تولي الجزائر يعني واحدة من أكبر الدول المنتجة لهذا المادة، وكذلك لما لا واحدة من أكبر دول المصدرة لهذه المادة. أترككم تتابعون والسلام عليكم. هذا هو الزيت الخام الذي نحتاجه لصناعة زيت المائدة، وهذه هي بذور الصويا التي ينتج منها الزيت. أما كيف تتحول البذور إلى زيت فذلك يحتاج إلى مصنع ضخم يضم وحدات تخزين وتحويل كبيرة تشغل عشرات العمال والتقنيين، كما هو الأمر في مصنع استخلاص الزيت الخام بالمحمدية في ولاية معسكر، حيث يتم تعبئة هذا المنتج بشكل يومي في صهارج الشاحنات الموجهة لمصانع تصفية وإنتاج زيت المائدة. دونك إن شاء الله كي المصنع كي الحق الكاباسيتي تيوريك تاعو ل 2000 طن في النهار، نقدر نغطيو 12-22% من الاحتياج الوطني. الشركة من الآفاق تاعها هي زراعة حبوب الصويا في الجزائر. احنا كما يقولوا دون لورجونس الشركة مستعدة باش تمضي التعهدات مع الفلاحين، باش اي انتاج من هذا النوع من الحبوب الشركة مستعدة الاقتناء من عندهم ان شاء الله الحبوب هذه. تكييف الآلات في هذا المركب لاستخلاص الزيت الخام من نبات الكولزا المنتج محليا هو ما يعمل على تحقيقه الشباب المهندسون في المصنع. نظرا للتوجه نحو الاستهلاك المحلي اللي ما توفرش فيه مادة الصوجة اللي احنا نستوردوها من دول أمريكا اللاتينية، الدولة تتجه إلى استعمال بذور الكولزا لترتفع فيها نسبة الزيت. يعني احنا ندوفوا بعض الآلات اللي هي لي بريس، آلة الضغط باش ننزعوا باش نديمينيو باش نخفضوا نسبة الزيت في الكولزا الأقل من 20% باش نجمو نديرو استخلاص. يذكر أن هذا المصنع الثاني من نوعه في الجزائر، ليس موجها فقط لتمويل احتياجات السوق الوطنية من الزيت الخام، ولكنه ينتج أيضا 1000 طن يوميا من فرينة الصويا الموجهة لمصانع أعلاف الأنعام.